القتلى وآلاف الجرحى، أرقام مرعبة تخلفها حوادث المرور في الجزائر سنويا. تنقل مراسل النهار عبد العالي رحوم إلى بيت علي، أحد الضحايا الناجين من حادث مرور خطير، ونقل لنا معاناته بعد الحادث وكيف أصبحت حياته. لنتابع. على مدار 3 سنوات يرقد علي على هذا الفراش يستذكر شريط حياته الأليمة بعد تعرضه لحادث مرور خطير غير حياته بالكامل. زين علي كنت متعامل في يوم من الأيام في مؤسسة عمومية، وصار لي حادث منذ 3 سنوات، وكنت متزوج وقد تخلت عني امرأة لا داعي لذكر تفاصيل، واني مقاتل هذه الحال، لا استطيع الجلوس ولا استطيع الوقوف. التفاصيل بالضبط ضربت في الفقرة 4 و5 من العمود الفقري، ومنذ ذلك الحين في السبيطار ما قاعدونش، حتى وتكسرت لي مكسرة، مش فايقين بالمفاصل تاعي مكسرة، ونين عاني نسطر، ولحد الساعة إلى يومنا هذا نين نسطر غير مكبر قلبي. ليس بالأمر السهل أن تقاوم آلاما جسدية ونفسية في آن واحد، فلا الجسم قادر على التحمل ولا العقل قادر على الاستيعاب. في الليل تحكمني سطرة ما قدش نرقد يوميا، يوميا غرنين مصبر روحي بالقرآن، مصبر روحي بالصلاة، نصلي مصبر روحي بالصلاة، والذين إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. على العموم بارك الله فيها، أختي هزت بي ونظفتني وقامت بي بعد ما تخلت عن زوجي، كي ما قدش نقاوم نذكر ربي، نستغفر حتى نريح حتى نتنفس شوي. فحدوث الإعاقة الحركية يعني فقدان القدرة على القيام ببعض الأعمال والواجبات الحياتية والمهنية، فيصبح الشعور بالنقص والعجز عاملا فعالا في النمو النفسي للفرد. شعريتي تو خرجوني عاجز 12 متر، ما عرفت نصرفها لا على روحي، عرفت ناكل بها، ما عرفت حاجي، ولازمني عملية، وعملية ما قديتش عليها، اللي حب يعاون. العملية هذه بحدود قديش؟ حدود 300-400 مليون، اللي حاب يعاون. الفاتورة كاين، سكانير كي، كل شيء، وربي ثبت الأجر المؤمنين كامل. إن الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من المحسنين والمؤمنين، نتمنى نروح نصلي في بيت ربي، هذا ما أملي في الحياة، نتمنى حاجة، نتمنى غير نصلي، صلي ولا نهار. هذا يزي لأني مع عمر كل مواطن مني صغير مني في الصلاة، الناس كل تعرفني، ما بين لا رياء في نفسي لا شيء. وما بين ألم وألم
يبقى الأمل في التعافي كبير ما دام القلب ينبض بالحياة.